السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم سوف أخصص لهذه الحلقة لما يقع في الجامعات الأمريكية، جامعات النخبة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، على رأسها جامعة كولومبيا، جامعة ييل، جامعة برينستون وغيرها من الجامعات. فكما تعلمون هناك مشكل في العديد من الجامعات الأمريكية، هناك العديد من الاحتجاجات، هناك العديد من المظاهرات داخل حرم بعض الجامعات المرموقة. هذه المظاهرات التي انتقلت إلى جامعات أخرى عادية في الولايات المتحدة الأمريكية، بل هناك الحديث على انتقال هذه التظاهرات وهذه الاحتجاجات إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية. بعض هذه التظاهرات أدت إلى تعليق دراسة بعض الطلبة، بعض التظاهرات أدت إلى اعتقال بعض الطلبة، وحتى بعض الموظفين داخل هذه الجامعات، وبالتالي أثرت على دراسة العديد من الطلبة هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا بعض الطلبة اليهود الذين طلب منهم الدراسة يعني هايبريد، مرة في المنزل ومرة في حرم الجامعة خوفا على سلامتهم. فما هو سبب هذه التظاهرات وهذه الاحتجاجات التي تعرفها الجامعات الأمريكية؟ هناك سبب رئيسي أو الأول، وهو دفاع هؤلاء الذين يخرجون في التظاهرات على ما يقع في غزة. كما تعلمون منذ بداية هذه الحرب في 7 أكتوبر، هذه الحرب أدت إلى وفاة تقريبا 1200 إسرائيلي و رهائن، وصل عددهم تقريبا 240 رهينة، لكن في صفوف الفلسطينيين هناك حديث على وفاة 34,000 شخص، أغلبهم من النساء ومن الأطفال. فلذلك انتشرت هذه المظاهرات في العديد من الجامعات الأمريكية دفاعا على الفلسطينيين. في الأول كانت في الشوارع، كانت في مفترق الطرق، كانت في المطارات، كانت قرب بعض منازل بعض المسؤولين السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية، بما فيهم أمام المنزل يعني البيت الأبيض. لكن الآن هذه المظاهرات اشتدت تقريبا في الأسبوعين الأخيرين من شهر أبريل، والسبب هو هذه السيدة نعمة مينوش. هي سيدة مصرية أمريكية قبطية، رئيسة جامعة كولومبيا هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه السيدة بسبب التظاهرات والاحتجاجات داخل الجامعة اتصلت بالشرطة، الشرطة تدخلت إلى حرم الجامعة واعتقلت تقريبا 100 طالب، الشيء الذي أدى إلى تأجج الاحتجاجات ودخول عناصر غير طلبة إلى هذه يعني الاحتجاجات. وكما قلت دافعت الجامعة لاتخاذ ما يطلق عليه بالهايبريد، يعني الطلبة يدرسون من المنزل وفي أحيان يدرسون في حرم الجامعة خوفا على سلامتهم. فالجامعة بعد ذلك سوف تدخل في حوار مع المتظاهرين، ودائما هذه الحوارات تنتهي بانتهاء المهلة ولا شيء تحت يعني اتخذ. إلى غاية تقريبا الأسبوع الماضي تم اتخاذ العديد من الإجراءات في اتفاق بين إدارة الجامعة وبين المتظاهرين، من بين هذه الاتفاقيات إزالة عدد كبير من الخيام الموضوعة في حرم الجامعة، عدم استعمال لغة جارحة خصوصا اتجاه الطلبة اليهود، الاقتصار على طلبة الجامعة وعدم دخول محسوبين على يعني الطلبة، والمساهمة في عدم خروج المظاهرة خارج أسوار الجامعة حتى تمكن السلطات الأمنية من تطويق يعني المكان. الآن العديد منكم سوف يعتقد أن من هم في ورطة؟ هم الطلبة. نعم هناك طلبة هم في ورطة، لكن على رأس الناس التي وجهت لها يعني سهام النقد و احتمال أن يتم إما إقالتها من منصبها أو الدفع بها إلى استقالتها من منصبها هو رئيسة جامعة كولومبيا، لأن هناك رؤساء لجامعات قبل شهرين أو 3 أشهر استقالوا من مناصبهم لأسباب سياسية داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فمينوش
عليها ضغوط من الساسة الأمريكيون، ضغوط من الطلبة، ضغوط من المانحين الذين يمنحون أموال بشكل سنوي لهذه الجامعة، وأغلبية هؤلاء المانحين هم يهود. وكذلك هناك طلبة تضرروا أو تضررت دراستهم بما يقع الآن، خصوصا أننا على بعد شهر فقط من موسم التخرج هنا في الجامعات الأمريكية الذي هو شهر مارس ماي. لذلك فهناك العديد من الطلبة الذين تضررت دراستهم بسبب هذه المظاهرات. وكما قلت في بداية هذه الحلقة، الأمر لم يقتصر على ييل، لم يقتصر على بريستون، لم يقتصر على كولومبيا، بل انتشر إلى العديد من الجامعات الأمريكية، بما فيها جامعة أوهايو، جامعة مينيسوتا، جامعة إنديانا، جامعة جورجيا. مثلا هناك اعتقال ل 500 طالب في جامعة أوهايو، مينيسوتا، إنديانا. في جامعة جورجيا هناك تدخل قوي من رجال الأمن باستعمال يعني الغاز المسيل للدموع لتوقيف هذه الاحتجاجات. اعتقال موظفون في الجامعة، على رأسهم مثلا في إحدى الجامعات توقيف رئيسة شعبة مادة الفلسفة ومرشحة لأن تصبح رئيسة للجامعة من طرف عناصر يعني الشرطة. وشخصيا أعتقد أن هذه الأمور لن تتوقف، وكلنا نعلم أن هذه الأمور منذ أشهر لكنها الآن اشتدت، خصوصا لسبب رئيسي تالي كما تحدثت في بداية هذا الفيديو. السبب الأهم الرئيسي هو ما يقع في غزة، لكن السبب الرئيسي الذي اشتد هذه الأيام هو تمرير الأموال، دفعات مساعدات المالية التي وقع عليها الرئيس الأمريكي من أجل إرسال أموال 62 مليار دولار إلى أوكرانيا في حربها مع روسيا، و26 تقريبا مليار دولار أرسلت إلى يعني إسرائيل. وسؤال الذي طرحه العديد من المتظاهرين، ماذا عن فلسطين؟ لماذا فلسطين لم تخصص لها يعني معونات مالية حكومية أمريكية؟ فهذه الأمور كلها أدت إلى ارتفاع هذه الاحتجاجات، وأصبحت هذه الاحتجاجات قوية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والشيء الذي أدى إلى ارتفاع معدلات السامية خصوصا ضد الطلبة اليهود. وهناك العديد من الفيديوهات التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع دخول طلبة يهود في بعض الجامعات، يعني الطلبة اليهود منعوا من دخول بعض الجامعات ربما حماية يعني لحمايتهم، لكن هناك يهود تحدثوا على أنه هذا غير قانوني، كيف يسمح لي أنصار غزة وأنصار القضية الفلسطينية بالدخول إلى الجامعات ومنع الطلبة اليهود من دخول تلك الجامعات. هناك أستاذ يهودي في إحدى الجامعات الذي قدم إلى عمله في الأسبوع الماضي فاستعمل بطاقة الدخول، لكن اتضح في الأخير أنه لم يتمكن من الدخول إلى الجامعة وهو أستاذ في تلك الجامعة، فاشتد الصراع بعد إطلاقه لكلمة يخبر فيها بأنه هناك ارتفاع لمعادلة السامية، وأنه لماذا تم منعه من دخول إلى يعني عمله. العديد من الناس شبهوا، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أدلى بخطاب تحدث فيه على أنه ما يقع في الجامعات الأمريكية شبيه بما وقع في ثلاثينيات القرن الماضي، خصوصا في ألمانيا النازية، أنه ما وقع آنذاك في الثلاثينيات شبيه بما يقع الآن ضد الطلبة اليهود. فهل هذا الأمر سوف يتوقف باستقالة رئيسة جامعة كولومبيا؟ شخصيا كما قلت لا أعتقد، لكن وهذا هو الخطير إخواني أخواتي، يجب التركيز عليه، يجب التركيز على أمر مهم مهم، لأنه دائما المكتب التحقيقات الفيدرالي تحدث على توقع هجمات، توقع أمور سوف تقع هنا على أرض الواقع، فيجب أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. الإعلام الأمريكي يركز على التظاهرات التي يقوم بها اليهود، يعني طلبة يهود، مواطنون يهود، دائما هؤلاء يطلقون شعارات حسب الإعلام الأمريكي،
يقولون مثلا God bless America، بمعنى عاشت أمريكا، أو تبا لحماس. لا أريد وضع الكلمة الإنجليزية، مثلا يشتمون حماس. هذا بالنسبة للتظاهرات التي يقوم بها اليهود. بالنسبة للتظاهرات التي يقوم بها أولئك المحسوبون على دعمهم لغزة ودعمهم للقضية الفلسطينية، وبالطبع ليس كلهم مسلمون وعرب، ففيهم أمريكان، فيهم العديد من الأقليات، العديد من طلبة العالم، كلهم يركزون على كلمة الموت لأمريكا، وكلهم يركزون على تهديدات لحياة اليهود. هذا هو ما يقول الإعلام الأمريكي. ربما تتفق معي في هذا الأمر، ربما تعترض على هذا الأمر. هذا الأمر ظهر قبل عيد الفطر، إحياء عيد الفطر. كان هناك شخص محسوب على الجالية الإسلامية العربية والمسلمة في ميشيغان، خرج في خطبة أمام أنصاره وقال الموت لأمريكا. هذا الشيء أدى إلى العديد من الاعتراضات على هذا الخطاب، وهناك مطالبات من أمريكيين بطرد هؤلاء وأي شخص كان يتواجد آنذاك في ذلك العرض، من طرده من خارج الولايات المتحدة الأمريكية وأخذ الجنسية الأمريكية منه. بل أن هناك ناس أكدوا على أن عناصر المكتب التحقيقات الفيدرالي تعرف ذلك الشخص، تعرف أتباعه، تعرف من يعني يشاهد فيديوهاته، تعرف من حضر إلى ذلك الأمر، الشيء الذي ربما سوف يؤثر على العديد من الأمريكيين العرب والمسلمين لاحقا إذا استمرت مثل هذه الخطابات. فهذا هو ما يركز عليه الإعلام الأمريكي. ربما نعلم أنه هناك معاداة أو ارتفاع العداء للمسلمين، لكن الإعلام الأمريكي لا يركز على ذلك. الإعلام يركز على معاداة السامية، على قمع اليهود، على تمني الموت لأمريكا. يعني مثلا مؤخرا قيل لماذا هذا الشخص يقول الموت لأمريكا وهو على الأراضي الأمريكية، ومن أعطاه هذه الحرية؟ أليس الدستور الأمريكي هو الذي منحه هذه الحرية لكي يتمنى الموت للأمريكيين؟ هذا دليل على أن هذه التظاهرات لن تقف قريبا، بل سوف تمتد، وربما الأمور تصبح خارج السيطرة. شكرا لكم.